مشاهدينا الحديث عن هذا الموضوع وقضية المكمل الغذائي الذي أنتجه التوفيق زعيبة يلتحق بي على المباشر السيد لطفي بن با أحمد رئيس عمادة الصيادلة. مساء الخير سيدي. مساء الخير. بداية سيد لطفي بن با أحمد، أنتم في بادئ الأمر رفضتم رفضا قاطعا تسويق المكمل الغذائي رحمة ربي إغاش بي، لماذا؟ احنا هتفيد هذا زعيبة هذا ماهوش طبيب كذاب، وهذا الدواء ماهوش دواء مكمل غذائي، فاحنا لينا هتفيد هذا نصاب محتال ويستغل ضعف المرضى. هذا السيد ربح وكلا 100 ولا 200 مليار على راس المرضى، على اللي جابيتي في بلادنا. ثاني نذكروا انا نقولوا رانا في القرن 21 في عهد البيوتكنولوجيا وفي الدواء، يعني سور لي دي ميديكامون ايشو لا دو تكنولوجي، وتفيد هذا يجي وهذا راجع في الضعف لي شان دو تيليفزيون ولي لي نوفو ميديا. هادشي استغل هذه الفرصه هذه اللي عطاتهم بعض القنوات تاع التلفزيون وباش يدير باش يستغل ضعف المرضى. طيب سيد بن با احمد، هل تعتقد قانون اساسي سيد بن با احمد يعني عدنا على المقاطعه، هل تعتقد بانه ما بات يعرف بالبروباغندا الاعلاميه التي روجت لهذا المنتوج واخدا مصداقيه اكثر فاكثر على الصحه الوطنيه؟ نعم، وهذا راجع يعني كي تشوفوا القانون الاساسي تاع الصحه يعاقب الممارسه الغير قانونيه تاع الصيدله وتاع تاع الطب، وقانون العقوبات الماده 243 تقول بالناس هادو يتعاقبوا من عامين الى 5 سنين حبس. وهذا والناس واللي الممارسين غير القانونيين تاع الصيدله وتاع الطب، والناس اللي عاونوا الممارسه الغير قانونيه تاع الطب وتاع الصيدله. وحنا نقولوا يعني السلطات المعنيه بالامر لازم ياخذوا بالاعتبار هذا المشكل هذا، باسكو هذا مشكل تاع تاع دو بروتيكسيون سانتي بوبليك، يعني الصحه العموميه تاع مش تاع الصحه العموميه تاع. وحنا نقولوا يعني كعماده الصيدله يعني على كل حال ما لعبوش اللعب هذا، وللناس الناس اللي سوقوا هذا الدواء هذا دخلوا. تفضل سيد لطفي بن با احمد، نحن في الاستماع. يبدو أن المقاطعة أو المكالمة الهاتفية انقطعت مع السيد بن با أحمد رئيس عمادة الصيادلة، لكن حدثنا عن هذا الموضوع. جزيل الشكر على كل ما قدمته من توضيحات حول المكمل الغذائي رحمة ربي.